ازيكم دكاترة، عاملين ايه؟ أنا دكتورة شيماء صبحي، مدرسة أمراض الباطنة. هتكلم معاكم النهاردة في أول محاضرة من محاضرات الإميونولوجي عن موضوع الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن والأنافيلاكسيس. في المحاضرة بتاعتنا ديت هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم على ايه الـ different types بتاعت الـ hypersensitivity reaction والـ examples بتاعت كل type فيها، وهنتكلم على الميكانيزم بتاع الـ reaction ديت بيحصل ازاي، وايه الـ role of cells والـ antibodies اللي involved معانا في كل case من دول. خلينا الأول نبقى متفقين إن الرول بتاع الإميون سيستم بتاعنا هو our protection، تمام؟ ودوت الـ desirable effect بتاعه، ودوت اللي المفروض إن الإميون سيستم يعمله. كل حاجة هنتكلم عليها في النهاردة هي تندرج تحت اسم الـ hypersensitivity reaction. دي مش الطبيعي، ودي عبارة عن exaggerated response للإميون سيستم لحاجات طبيعية جدا مش المفروض إن يحصل فيها reaction دوت كله. الـ hypersensitivity reaction دوت بيبقى mediated يا إما بانتيبوديز أو بسيلز. عندنا 4 types of hypersensitivity reaction هنتكلم عنهم بالتفصيل، بس دلوقتي هنقول إن إحنا من type 1 لtype 3 بيبقى mainly mediated بانتيبودي formation، و type 4 دوت بيبقى cell mediated reaction، تمام؟ طيب يعني إيه hypersensitivity reaction؟ ده excessive, undesirable, damaging, discomfort producing or even fatal reaction. ال fatal reaction دوت بيبقى من ال immune system toward certain antigen. ال antigen دوت المفروض انه في الطبيعي ما يعمليش any harm، تمام؟ من ال definition اللي المفروض هكون عارفاها كمان في المحاضرة بتاعتنا النهاردة هو ال atopy. يعني ايه atopy؟ atopy دي معناها tendency to produce IgG بكميات كبيرة جدا، والشخص اللي بيبقى عنده ال atopy ده بنسميه اتوبيك انديفيدوال. والاتوبيك انديفيدوال دوت ده شخص بيبقى معروف ان البني ادم دوت عنده استعداد ان هو يحصل له الرجي. الالرجي دي بقى ممكن تبقى ان ذا فورم اوف كونجنكتيفا، الرجيك كونجنكتيفايتس، الرجيك راينايتس، او حتى ازمه او سكين الرجي. اي نوع من دولت ممكن يحصل. يعني الاتوبيك انديفيدوال ده مش معناه ان هو بيجي له ازمه بس، لا، ده ممكن يجي له ازمه، ممكن يجي له الرجيك كونجنكتيفايتس، ممكن يجي له اي نوع منهم. الترمينولوجي اتوبي ده معناها ان الشخص ده عنده تندنسي عاليه ان هو يطلع لي هيوج اماونت او اكزاجريتد اي جي جي، تمام؟ طيب according to جالان كومز، الاثنين دولت الباحثين عملوا classification للـ types of hypersensitivity reaction وقسموها لأربع أنواع على حسب الـ dominant antibody أو cell involved. عندي type 1. type 1 ده بيبقى مني IgE antibody، وده وكل نوع منهم هنتكلم عنه بالتفصيل، بس خلينا نقول type 1 دوت بيبقى مني IgE. type 2 دوت بيبقى IgG وساعات اي جي ام، ودوت بيبقى انتي بودي بيتكون اجانست التشو انتيجن. وعندنا تايب 3. تايب 3 ده بيبقى كاركترايزد باي فورميشن اوف اميون كومبلكس. الاميون كومبلكس ده هيبدا يحصل له ديبوزيشن في اماكن معينه يحصل منها مشاكل. وتايب 4 دوت التايب الوحيد اللي هو سيل ميدييتد اميونيتي، ودوت يعتبر واحد من الديلايد هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. احنا هناخد، هتلاقوها ممكن تلاقوها في بعض التكست بوكس، تقسيمه لاميديت وديلايد هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. التايب 1 و2 و3 دولت من الحاجات اللي هي الاميديت او الرابيد هايبر sensitivity reaction، لكن type 4 دوت اللي هو still mediated ودوت delayed hypersensitivity reaction. طيب نبدأ نتكلم الأول على type 1 hypersensitivity reaction. type 1 دوت بنسميه واحد من الـ immediate أو الـ anaphylactic hypersensitivity reaction. reaction دوت بيحصل very rapid، بياخد تقريبا minutes علشان يتكون من ساعة الـ exposure للـ antigen. ممكن يبقى delayed شوية، ياخد له من 10 ل 12 ساعة، بس هيحصل في نفس اليوم، تمام؟ يعني كبيره قوي ان العيان يتعرض للانتيجين دوت بالليل مثلا، يصحى الصبح عنده المشكله، او يتعرض الصبح يلاقي على اخر اليوم بدا يظهر عنده المشاكل. الرياكشن ده ممكن يبقى حاجه لوكالايزد او سيستميك رياكشن. اللوكالايزد ده على حسب هو افكتد ايه بالظبط. لو جه في السكن هيديني ارتكاريا واكزيما، لو جه في الاي هيديني الرجيك كونجنكتيفايتس، طب لو جه للنيزوفارينكس هيبقى الرجيك راينايتس، لو جه في البرونكاي هتديني ازمه، لو جه في الجاسترو انتستانال تراكت هيديني جاسترو انترايتس، تمام؟
وده على حسب اللي انا اتعرضت للانتيجين دوت ازاي، عن طريق السكين بالكونتاكت او عن طريق الاي او بالانهاليشن او بالانجشن او الانجكشن، ديت بتحدد لي اللوكالايزد رياكشن اللي هيتكون عندي دوت هيحصل فين. طيب لو الموضوع ليمتد على سيرتن اريا ده بنسميه لوكالايزد. طب لو بدأ بقى ايه كل الحاجات دي تبقى انفولفد مع بعضيها بنسميها سيستميك او انافيلاكتيك رياكشن، وممكن تدخلني في انافيلاكتيك شوك لو العيان ضغطه وقع. تمام. طيب الانافيلاكسز او الانافيلاكتيك رياكشن دوت بيحصل مينلي من الانجشن والانجكشن. طب اشمعنى دولت؟ لان دولت اللي بيدخل فيهم الانتيجين بكميات كبيره ويدخل على الانتيريور اوف ذا بودي على طول. تمام. على عكس الانهاليشن والكونتاكت كميه الانتيجين اللي بتبقى داخله بتبقى كميه قليله، لكن في الانجشن وفي الانجكشن بتبقى بتدخل لي دايركتلي يا اما على البودي او على الجي اي تي تو بي ابزوربد، فدوت العرضه اكتر ان هو يحصل منه انافيلاكسس. تمام. طيب الانافلاكتيك شوك قلنا اللي بيحصل فيها ايه؟ بيحصل ماسيف دروب للبلود بريشر، يبقى في عندي انافلاكتيك رياكشن بيبقى كومبليكيتد بانافلاكتيك شوك. طب ايه انواع الالرجين اللي ممكن تحصل؟ ممكن ما يحصل من البولن او الدست مايتس او الانسكت بايتس، كل الحاجات ديت ممكن تعمل لي المشكله دي. زي ما اتفقنا ايه المين انتي بودي اللي بيبقى انفولفد في تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن؟ هو الاي جي اي. طيب ايه السيلز برضه اللي بتبقى انفولفد معانا؟ عندي مع الفيرست اكسبوجر بيبدا يحصل الماست سيل والبيزوفيلز بتبقى اكتيفيتد، ومع السكند اكسبوجر بيبدا يحصل مور اند مور رياكشن وبيبقى فيه موديفيكيشن وامبليفيكيشن واكتيفيشن للايزينوفيلز. الايزينوفيلز ديت مني هي التايب 5 بلاد سيلز بتاع الالرجي. دي كده صورة لأنواع الألرجي أو الأنتيجين اللي إحنا ممكن نتعرض له وإزاي بنتعرض له. يعني ممكن يبقى عن طريق السكين كونتاكت، سواء بقى ده بويزن بلانت أو الأنيمال دندر أو بولن أو اللاتكس اللي بيبقى موجودة في الجلوفز اللي إحنا بنستعملها في العيادات وفي الفحص، أو ممكن عن طريق الإنجكشن. أنا اتحقنت مادة معينة أنا عندي منها ألرجي، سواء المادة ديت بقى دراج أو زي قرصة النحلة، هي عملت إنجكشن على طول في السيركوليشن أو في التيشو، أو باي إنجكشن حاجة أنا بلعتها أو كلتها، زي الناس اللي عندها ألرجي من النطس أو الشلفش أو ألرجي لسيرتن ميديكيشن أورال ميديكيشن، أو باي إنهاليشن بقى بيديني ملي بتبقى إن ذا فورم أوف أزمة او اير واي مانيفستيشن، زي البولن والدوست والمولد بتاعت الفانجاي واليست والانيمال داندر. برضو الانيمال داندر هنا عندنا مشتركه في الكونتاكت وفي الانهاليشن. تمام. طيب ده برضو مثال كده اهوت، على حسب الالرجين بتاعي داخل منين او عمل افكشن لايه هتظهر الاعراض فين. لو من نوز او الفارنكس واللنج ممكن يجي لي ان ذا فورم اوف اليرجيك راينايتس او ازم. لو دخل ده فود الرجي هتعمل لي عملت لي افكشن للاسوفجس والاستومك، هيجي عيان معايا بجاسترونترايتس. طب لو عمل لي افكشن عن طريق الكونتاكت بالسكين هيجي العيان معايا ازمه او ارتكاريا او اليرجيك درماتيتس، او ممكن العيان يجي لي بالمانيفستيشن دي كلها على بعضها وساعتها بسميه انافيلاكسس، ولو كومبليكيتد بهايبوتنشن بنسميها انافيلاكتيك شوك. ده كده شكل السكين بتاع بيشنت عنده الرجيك درماتيتس، بتبقى عباره عن ارتكاريا ويلز، بتبقى ويلز لونها ريد وريزد شويه السيرفيس بتاعها ريزد، وبتبقى واخده الجيوغرافيك ابييرنس كده هو كانها مرسوم خريطه على ايده، وبمجرد ما الالرجيك رياكشن دوت بيروح بتختفي تماما من غير ما تسيب اي بيجمنتيشن ولا تسيب اثر، والسايز بتاعها بيختلف كل شويه. تمام. بتبقى مني يا اما لوكالايزد زي في حالات الانسكت بايت، يا اما لو دوت كده انافلاكسز ممكن تأفكت جزء كبير جدا من السكين. طيب احنا هنا عندنا الانتيجين، سواء بقى الانتيجين دوت كان في الفود او بولن او دوست مايتس، بيبدا يعمل لي ايه؟ بيبدا يعمل لي اكتيفيشن بيبقى اتاتشد للبيزوفيلز وبيعمل لي اكتيفيشن للاي جي اي، وبعد كده تبدا بقى الماست سيلز والبيزوفيلز ديت تكون لي مع اللي هي الاكتيفيتد منها تبدا تكون لي جرانيولز بيبقى فيها فازو اكتيف امينز، تبدا تعمل الرياكشن دوت. الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن ده عشان يحصل بيمر بمرحلتين. المرحله الاولانيه هي السنسيتايزيشن، ان انا اتعرض الاول لالرجين
ويبدا الالرجين دوت يعمل لي اكتيفيشن وفورميشن للاي جي اي، والاي جي اي تعمل ستيميوليشن للماست سيل، وتبدا بقى السنسيتايزد ماست سيلز دي خلاص بقى دي عباره عن ماست سيل اتعرفت على الانتيجين دوت بالبريفيوس اكسبوجر. تبدا مع السكند اكسبوجر السنسيتايزد ماست سيل ديت يحصل لها دي جرانيوليشن، وتبدا تطلع لي الفازو اكتيف امينز او السبستنس اللي بتعمل لي رياكشن. الفازو اكتيف امينز دي بتاكزرت الافكت بتاعها على ايه؟ ممكن على السموث ماسلز، سواء بقى السموث ماسلز دي بتاعه البرونكاي او بتاعه الجي اي تي او بتاعه البلاد فيسلز، كمان بتعمل استيميوليشن للميوكس جلاند بتعمل اكسس سكريشن، او للبلاتلت بتعمل لها اجريجيشن، او للسنسوري نيرف اندنج، وكمان بتعمل مور اند مور استيميوليشن للايزينوفيلز علشان تامبليفاي الرياكشن دوت. الفازو اكتيف امينز اللي بتطلع بنقسمها في حاجات زي الهيستامين وبعض الليبيد ميدييتورز زي البليتلت اكتيفيتنج فاكتور والبروستاجلاندين والانترلوكين 4. دول بيعملوا لي ايه؟ بيزودوا الفاسكولار ليكج، وبيعملوا برونكياي، بيعملوا برونكس كونستراكشن وانتستاينال هايبر موتيليتي. فيبدا العيان يجي لي بقى بايديما وبرونكوس بازم ومانيفستيشن بتاعه الجاسترو انترايتس. مع المور اند مور اكتيفيشن بيطلع لي كمان سايتوكاينز ان ذا فورم اوف تيومر نكروزس فاكتور الفا، واجين البليتلت اجريجيتنج فاكتور والبروستاجلاندين والانترلوكينز، ويطلع كمان انزيمز زي التريبتيز. دول بيعملوا لي انفلاميشن، والتريبتيز دوت بيعمل تيشو ريموديلنج ويبدا يأفكت على الاستراكشر بتاع الاورجن اللي افكتت. طيب احنا الحاجات دي كلها قلناها على الـ يعني ده كده الميكانيزم ازاي بيحصل الالرجيك رياكشن دوت، وقلنا ان هو ممكن يبقى لوكالايزد بيأفكت سيرتن بارت اوف ذا بودي، او ممكن يبقى سيستميك رياكشن، وده اللي بنسميه الانافلاكسس. والانافلاكسس دوت يعتبر مور سيريس وممكن يبقى لايف ثريتنينج في بعض الحاجات، لان بينتج عنه اكتيفيشن للماست سيل والبيزوفيلز ويز اكسس ريليز للميدياتورز اللي بتأفكت على الجسم كله. وانس الجسم حصل له اكسبوجر لسيرتن الرجين وبدا يبقى عنده البني ادم الشخص دوت حصل له سنسيتايزيشن قبل كده، مع الري اكسبوجر بيبدا يطلع بقى يحصل اكتيفيشن للماست سيل وريليز للفازو اكتيف امينز ديت، وتبدا تافكت بقى كذا جزء في الجسم، السكين والميوكاس تيشو والريسبيراتوري سيستم، ويبدا العيان يديفلوب هايبوتنشن ويبقى معايا جي اي تي مانيفستيشن. الحاجات دي كلها كده اهوت مجمعه بتعمل لي الانافلاكسس. الانافلاكسس دوت زي ما قلنا بيبقى اي جي اي ديبندنت، لان ده تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي ريأكشن، فبيبقى اي جي اي ديبندنت تمام، وبيحصل مع السكند اكسبوجر للانتيجين الاولاني. وده ناخد بالنا منه لانه ممكن يكون العيان خد دواء معين اول مره ما حصلش منه اي مشاكل والعيان عادي خالص مفيش اي مشكله، يجي العيان مع السكند اكسبوجر لنفس الميديكيشن دوت يبدا بقى يدخل في انافيلاكسس ويحصل له سيفير رياكشن دوت، ويبدا الاهل يديناي لا يقول لك اصل هو خد الدواء ده قبل كده وكان كويس ما حصلش منه مشكله. هو المشكله بتحصل مين؟ لي مع الري اكسبوجر مش مع الفيرست اكسبوجر. طيب ايه الكلينيكال فايندنج بقى اللي هلاقيها في العيان دوت؟ الانافلاكسس ديت ممكن تحصل في نص ساعه، يعني يا دوب العيان يبلع الحاجه او يتحقن بيها، في خلال نص ساعه ممكن يظهر عليه المانيفستيشن دي كلها، وممكن تتاخر شويه تاخد ساعات بس ساعات بسيطه. إيه لو رتبنا كده الاعراض بدائي، يعني ايه اللي بيظهر الاول وبعدين ايه وايه، هلاقي ان السكين مانيفستيشن ذا فورم اوف ارتكاريا، المنظر اللي انا وريته لكم من شويه دوت بتاعه السكين، هلاقيه بدا يظهر عليه جلده، هلاقي الجلد بتاعه بدا يعمل بطش كده حمراء، والريش دوت هيبدأ يزيد معانا شوية بشوية كده بالتدريج لحد ما ينفولف السكين كله. بعد كده يبدأ العيان بتاعي يدخل في respiratory distress in the form of wheezes وسترايدر وبرونكوسباسم، ويبدأ يبقى فيه إديمة في الإيرواي. بعديها يبدأ يظهر عليه جي اي تي مانيفستيشن ذا فورم اوف كرامب، ويبدأ يفوميت ويبقى معاه دايريا، وده سبيشالي بيحصل في حالات لما يبقى الانتيجين داخل عن طريق الماوس باي انجشن تمام. وفي الاخر خالص بقى بيدخل مني في هايبوتنشن، والهايبوتنشن دوت لو سيفير انف ممكن يعمل للعيان سينكوب، ويبدأ الاول يبقى ديزي كده مش مركز معاك ومش اورينتد، وبعد كده يدخل في سينكوب ويلوز الكونشس خالص.
الموضوع ده كله بيبقى لايف ثريتنينج كونديشن، ممكن يحصل في شخص اتوبيك من البدايه، انا عارفه ان هو عنده حساسيه من الاول، مش لازم من الماده اللي انا مديها له. الاتوبي دي معناها ان هو عنده استعداد ان هو يجي له الرجي، او هو اوريدي عنده اي فورم اوف الرجي، سواء بقى الرجي كونجنكتيفايتس او درماتايتس، او ممكن تيجي في عيان تاني نون اتوبيك او ما عندهوش اي هيستوري خالص لالرجي قبل كده. دي كده صور examples للمنظر اللي انتم ممكن تشوفوه في حالات الانافيلاكسس، العيان جاي معاه سيفير الرجيك رياكشن. شايفين التونج هنا ادمتس ازاي لدرجه ان هو سادد الاورال كافيتي، ادي كده الاير واي بتاعي بتاع عن طريق الماوس خلاص كده اتسد. وفي النوز زي الصوره الثانيه كده احنا شايفين في ايديما في الاير واي كله بقى، من اول النيزو فارينكس مرورا باللارينكس والبرونكاي، كل الحاجات دي بتبقى ادمتس، فالاير واي بتاعه بيبقى مقفول تماما. كمان مع الهايبوتنشن ممكن يحصل له طبعا ايه لوس اوف كونشس، ويبدا يبقى الاول ديزي وديس اورينتد، وبعد كده يحصل له لوس اوف كونشس. طيب ايه بقى الانفستيجيشن اللي هعملها العيان زي ده؟ الانافيلاكسيس ده از ا فورم اوف ايمرجنسي، ده كلينيكال دايجنوزس، انا مش هستنى اقعد اسحب لسه للعيان تحاليل واستنى تطلع علشان اقول ان هو ده في انافيلاكسيس، لا ده كلينيكال دايجنوزس. هتشوف المنظر بتاع البيشنت بالاديمه دي وهو قبليها بنص ساعه او بساعه كان كويس جدا مفيش اي مشاكل، وتبدا تاخد هيستوري كويس من الريلاتيف اذا كان اتعرض لاي الرجيك سبستنس، خد دواء جديد، كل حاجه هو عنده منها مشكله، او كل حاجه غريبه الكام ساعه اللي فاتوا دولت، ويبداوا يقولوا لك اه ده خد الدواء الفلاني، ده كل الحاجه الفلانيه، فتبدا انت تشخص بالكلينيكال بيكتشر اللي موجوده عندك. طيب انا لو محتاجه بقى فيرزر انفستيجيشن عشان اتاكد، ممكن اعمل ايه؟ ممكن اسحب العيان سيرم سامبل وادور على الميدييتورز اللي بتبقى موجوده زي التريبتيز والهيستامين. بعد كده خلاص لو ما العيان بتاعي يعدي من الانافيلاكسيس ديت، ابدا بقى احوله لحد من دكاتره الاميونولوجي علشان يتصرف معاه، يعمل له ايه بقى؟ يبدا يعمل له التست، علشان مجموعه تستات كده اهوت، عشان اعرف سبب الالرجين او ايه انواع الالرجينز اللي ممكن تعمل له المشكله، عشان اتجنب الري اكسبوجر، وابدا اعمل للعيان هيلث اديوكيشن ان المواد ديت ما ينفعش تاخدها باي طريقه، سواء عن طريق الماوس او بالحقن او ابدا اعرفه ايه اللي حصل، المشكله اللي حصلت ديت حصلت ليه، عشان اتجنب حدوثها في المره الثانيه، لان المره الثانيه ممكن تبقى فيتال وما يتلحقش. تمام. بعد ما يعدي فتره كده اهوت، من 4 لـ6 اسابيع، بعمل له حاجه اسمها سبيسيفيك ار جي اي في السيرم، وبشوف له بعمل له سكين تيست. الهدف من السكين تيست دوت برضو ان انا احدد ايه نوع الالرجنز اللي ممكن تعمل للعيان الالرجيك رياكشن السيفير دوت، وزي ما قلنا بنخليها من 4 لـ6 اسابيع عشان اتجنب الفولس نيجاتيف ريزلت اللي ممكن تحصل لي، بنسميها دي ريفراكتوري بيريد. الوقت ده بيبقى العيان برضو ستيل لسه عنده الميديتورز ديت موجوده في السيركوليشن، فانا بستنى من 4 لـ6 اسابيع لحد ما يعدي الريفراكتوري بيريد دي، والهيستامينز والميديتورز اللي موجوده عنده ترجع للنورمال ليفل، وابدا انا بقى اعمل له السكين تيست. ده كده اكزامبل للسكين تيست بيبقى عباره عن ايه. انا بجيب ديفرنت allergens، كل باتش بيضه انتوا شايفينها من دولت بيبقى فيها certain substance وبتاخد رقم، وبحطها وبسيب العيان يروح بيها لمده 48 ساعه وبيرجع لي تاني. بعد كده بشيل الباتش واشوف بقى الارتكاريا ويلز اللي ظهرت ديت كل واحده قصاد رقم كام، واشوف انا في الباتش اللي انا حطاها الرقم دوت مقابل ليه، وابدا بقى احذر العيان بتاعي ان خد بالك المواد الفلانيه ديت انت عندك منها حساسيه، والماده دي انت عندك منها حساسيه. كل ما كانت الارتكاريا ويلز اكبر، كل ما كان الالرجي للماده او الحاجه ديت بتبقى اعلى، فابدا احذره ايه الحاجات اللي ممكن تعمل له مشاكل عشان اتجنب ان هو يخش مني تاني في انافلاكتيك شوك. طيب لو جالك بقى العيان في الطوارئ بقى انافلاكتيك شوك، المفروض ان احنا نعمل ايه على طول؟ اول ما هتشوف العيان وانس سسبكت ان ديت انافلاكسس، بديله انترا ماسكولار ابنفرين. الانترا ماسكولار ابنفرين از لايف سيفنج، وده كورنر ستون تريتمنت في حالات الانافلاكسس والانافلاكتيك شوك. طبعا بعمل للعيان الاي بي سي، ببنتين الاير واي، بحطه على اكسجين، بديله فلويدز لو العيان بتاعي شوكد، ولو محتاج حتى انتيوبيشن عشان امانج الاير واي بتاعه بعمل له انتيوبيشن. تمام. وببدا ادي بقى ميديكيشن. الميديكيشن اللي انا هديها، احنا قلنا الابنفرين ده لايف سيفنج، ودوت اللي بيبدا يعمل لي بقى فازو كونستراكشن للبلاد فيسلز عشان يقلل الاديمة
الاكسجين الفظيعه اللي موجوده ويفتح الاير واي ويقلل المانيفستيشن اللي عندي. بدي كمان انتي هيستامينك وبرونكو دايليتور وكورتيكوستيرويد، بس مشكله الحاجات ديت ان هي هتشتغل على اللي هيطلع، يعني هي خلاص الاوريدي الفازو اكتف سبستنس اللي موجوده في السيركوليشن، الانتي هيستامين والبرونكو دايليتور اللي هديها والستيرويد مش هيعملوا لي حاجه في الهيستامينز اللي اتكونت اوريدي، لكن هتمنع الفيرزر برودكشن او ريليز اوف ذيس ميدييتورز علشان اوقف الرياكشن دوت. فانا هديله الانتي هيستامين والبرونكو دايليتور والستيرويد، وفي نفس الوقت طبعا هكون قبليها مدياله الابنفرين. ولو العيان بتاعي دوت حصل له الاتاك دي قبل كده، ممكن من الهيلث اديوكيشن اللي انا اعمله له ان انا اعلمه ازاي لو بدا يحس بالاعراض يحقن نفسه الابرفرين دوت نص سنتي عضل علشان ما يبداش بقى يخش مني في بقيه المانيفستيشن ويحتاج emergency او يحتاج انتيوبيشن. تمام. فالتريتمنت المين تريتمنت او كورنر ستون تريتمنت بتاع الانافيلاكسيس هو الانترماسكولار ابنفرين. بدي ايه تاني؟ بدي انتي هيستامين وبرونكو دايليتور وستيرويد، الهدف منهم ان انا اقلل الفيرزر برودكشن بتاع الفازو اكتف سبستانس ديت، لكن مش هتعمل حاجه في الاوريدي فورميد ميدييتورز. تمام. طيب في حاجة عندي بقى غير الأنافيلاكسيس بنسميها سودو ألرجيك رياكشن أو أنافيلاكتويد رياكشن. الأنافيلاكتويد رياكشن ديت بتختلف على الأنافيلاكسيس بإن هي ما فيهاش أي جي إي. أنا ما فيش أي جي إي اتكونت، يعني العيان ده واحد يعني بيجي بنفس المانيفستيشن بتاعت التايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن ممكن يجي لي بالأنافيلاكسيس، بس الفرق إن هنا ما فيش أي جي إي. طيب ايه امثله الحاجات اللي بتعمل لي الانافلاكتويد رياكشن او السودو الرجيك رياكشن دوت؟ عندي الراديو كونترست ماتيريالز، الصبغات اللي انا بستخدمها في الاشعه بتاع سواء اللي هي الاشعات المقطعيه، والاوبيويد. بعض الناس اللي بياخدوا الاوبيويدز اي في سواء بقى كانسر بيشنت او دولت ادكت، والفانكومايسن. الفانكومايسن بيعمل لي حاجه كاركترستيك اسمها ريد مان سندروم، وديت بتحصل من الرابيد انفيوجن اوف فانكومايسن، ونحط تحت كلمه رابيد ديت 10,000 خط من الرابيد انفيوجن بتاع الفانكومايسن بتعمل لي وات از كولد ريد مان سندروم. زي ما اتفقنا ان على العكس من الانافلاكتيك رياكشن، الانافلاكتويد رياكشن اللي بيميزهم عن بعض ان الانافلاكتيك فيه اي جي اي ميديتد رياكشن، لكن الانافلاكتويد رياكشن ده بيبقى دايركت وما بيبقاش فيه اي جي اي. يعني طب ايه الفرق؟ ان الاولاني لازم الاول يحصل للعيان سنسيتايزيشن، ان هو يكون اتعرض للحاجه مره قبل كده، وبعد كده الري اكسبوجر يبدا يحصل مشاكل نتيجه ان هو بيبقى عنده بري فورمد اي جي اي اللي بتبدا تعمل اكتيفيشن بقى للماست سيل وبتبدا ريليز للميدياتورز دي. لكن في الانافيلاكتويد رياكشن ممكن من الفيرست اكسبوجر يحصل المشكله، مش لازم يبقى العيان حصل له سنسيتايزيشن قبل كده، ومش لازم يبقى في عندي فورمد اي جي اي، لان الانافيلاكتويد رياكشن ما بيعتمدش خالص نهائي على الاي جي اي. من امثله الانافيلاكتويد رياكشن قلنا الراديو كونترست ماتيريال. الراديو كونترست دي عباره عن ماده انا بستخدمها في الفحص في السي تي. العيانين اللي هم اللي جالهم انافيلاكتويد رياكشن من كونترست ماتيريال قبل كده بيبقوا عندهم لايبيليتي ان هم يحصل لهم رياكشن تاني مع الري اكسبوجر بنسبه 30%. برضه لقوا ان العيان اللي هم الاتوبيك انديفيدو، على الرغم ان احنا قلنا ان هي ملهاش علاقه بالاي جي اي، بس لقوا برضه ان الاتوبيك انديفيدو اللي بيبقى عندهم هاي ريسك ان هم يبقوا هاي ريسك بيشنت ان هم يخشوا لي في الراديو كونتراست ميديا الراديو كونتراست ماتيريال ديت رياكشن. طيب انا اتجنبها ازاي الموضوع دوت؟ اولا لازم استخدم انواع صبغات بيبقى ليها لو اوزموراليتي. لقوا ان هي كل ما الصبغه اللي انا بستخدمها كانت لو اوزمولاريتي، كل ما كان الليابيليتي ان يحصل منها رياكشن يبقى اقل. تاني حاجه لازم اعمل بروفلاكسز العيان بتاعي دوت كويس قوي بان انا اديله كورتيكوستيرويدز علشان يمنع الفورميشن بتاع الفازو اكتيف ميدياتورز ويعمل لي سبريشن شويه للاميون سيستم. بديها مرتين قبل ما ياخد العيان الصبغة، الفرق ما بين المرتين حوالي 6 ساعات. يعني أنا ببدأ تحضير للعيان قبل ما ياخد الصبغة ب 12 ساعة أو ب 13 ساعة،
بديله جرعة استيرويد، وبعديها ب6 ساعات بديله جرعة استيرويد تاني. بديله كمان انتي هيستامينك زي الدايفنهايدرامين، ودوت ممكن اديه انترا ماسكولر او انترا فينوس قبل البروسيدور على طول. فعشان كده لما تلاقي تحول عيان يعمل صبغة، يعمل اشعة بالصبغة، لازم بتأكد عليه ان هو ياخد كورتيزون، سواء بقى حقنة دكسا قبليها، حقنتين دكسا قبل الفحص ب 12 ساعة، وياخد معاها ابيل اللي هو الدايفنهايدرامين. ده كده انا اديته كده الاستيرويد واديته انتي هيستامينك قبل ما يروح ياخد الصبغه. انا لو عملت الميجرز دي كده اهوت، انا هقلل احتماليه حدوث الرياكشن بتبقى اقل من 1%. فانا كده ومع استخدامي طبعا للو اوزمولاريتي كونترست، انا كده حميت العيان بتاعي ان هو يخش مني في رياكشن. والرياكشن بتاع الصبغه ده يا جماعه فيتال، في حالات بتعدي وفي حالات ما بتعديش، ما بيلحقش حتى يوصل من أوضة الأشعة للآي سي يو. فإحنا لو خدنا حذر، وفي نفس الوقت أنا ما ينفعش إن أنا أعمل الأشعة بتاعتي كلها من غير صبغة، لأن في أنواع الفحوصات ما ينفعش تتعمل من غير صبغة، فلازم ساعة ما هعمل بصبغة أكون محضرة العيان بتاعي كويس قوي، ومدياله دكسا وأبيل قبل التحضير، وأستخدم نوع صبغة كويس لو أوزمولاريتي حتى لو أعلى في السعر شوية. كل الحاجات والمجرز ديت بتحميني وتحمي العيان، بتحمي العيان طبعا أول حاجة، وتحميني أنا ميديكال كوليجالي إن أنا عملت بريباريشن للعيان كويس قبل ما ياخد الكونترست دي. عندي تاني حاجة بنسميها في الانافيلاكتويد رياكشن، تاني اكزامبل للانافيلاكتويد رياكشن هو الريد مان سندروم. الريد مان سندروم دوت قلنا بيحصل من الرابيد انفيوجن للفانكومايسين، ودوت اتوصف في الاول مع الفانكومايسين، لكن لقوا في بعض انواع الاوبيويدز انفيوجن ممكن تعمل لي نفس المشكلة دي. طيب المشكلة دي بتحصل قلنا من الرابيد انفيوجن للفانك. طيب ما هتقولولي ايه المشكلة يعني، طب ما بلاش فانكو خالص. لا، الفانكومايسين دوت واحد من الانتي بايوتكس اللي احنا بنستخدمها في حالات الانفكتيف اندوكارديتس، وفي بعض الانواع بتبقى زي حالات المرسى بيبقى الكالشر طالعه ما فيهاش غير الفانكومايسين دوت، فانا لازم ادي. والريد مان سندروم من الحاجات اللي انا ممكن امنعها خالص ان هي تحصل. هي الفكره في الفانكومايسين ان هو بيعمل لي دايركت اكتيفيشن للماست سيل، مش لازم يبقى فيه اي جي اي، فهو بيروح على الماست سيل ويعمل لها اكتيفيشن على طول. هي والاوبيويدز اللي بتعمل لي برضه الريد مان سندروم بتعمل كده دايركت اكتيفيشن للماست سيل، ما بيبقاش فيها اي جي اي. طيب انا ممكن اتجنبها ازاي؟ اجين تاني زي ما قلنا في التحضير بتاع الكونترست، ممكن اعمل هنا هوت ان انا لو انا عارفه ان انا هدي للعيان بتاعي فانكومايسين انفيوجن، بديله قبليها انتي هيستامينك زي الدايفنهيدرامين، وممكن اديله كورتيكوستيرويد قبليها علشان امنع برضه الرياكشن دوت. بخلي الريت بتاع الانفيوجن فيري 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 سلو، ودي حاجه تفرق جدا في المانجمنت بتاع الحالات ديت، او ان هي ممكن تمنع اصلا الريد مان سندروم من البدايه، ان انا ادي الانفيوجن فيري سلو، ان انا اديله قبل ما ابدا الانفيوجن بديله انتي هيستامينك سواء H1 بلوكر او H2 بلوكر، وبديله كمان ممكن اديه كورتيكوستيرويد بسمول دوز، وان انا اخلي الانفيوجن بتاعي فيري سلو علشان امنع الموضوع دوت خالص ان هو يحصل. انا اتذكر مره في الامتياز بتاعي انا قعدت يوم كامل في الامتياز، كان دوري ان انا اقعد افايتال حاله ماشيه على فانكومايسين انفيوجن. هو البيشنت كان دراج ادكت وكان معاه انفكتيف اندوكارديتس، وكان الكالشر مطلعه فانكو، مفيش حاجه تانية غير الفانكو، والعيان خد الفانكومايسين دوت على مدار 12 ساعه. ان كان دوري في ال 12 ساعه ان انا فولو البيشنت فايتاله كل ساعه علشان اتاكد ان العيان مش كويس، نفسه كويس، مش شاقد، ما بداش يظهر عليه اي سكن ليجن. فكل ما خلينا الانفيوجن على سلو ريت وعم خدت البريباريشن بتاعتي كويس، انا همنع الريد مان سندروم دوت او الافكت بتاع الفانكو. تمام، احنا قلنا الفانكو او الريد مان سندروم والكونترست ماتيريال رياكشن، الاثنين دولت اكزامبل لحاجه اسمها انافيلاكتويد رياكشن، وده بيختلف على الانافيلاكسس، بيجي بنفس المانيفستيشن بس بيختلف عن الانافيلاكسس ان هو ما فيهوش اي جي اي. احنا كده خلصنا تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، هنتكلم بقى على تايب 2. تايب 2 هنا هو ده بنسميه سايتوتوكسيك هايبر سنسيتيفيتي، ودوت بيحصل ليه؟ ده بيحصل نتيجه ليه اكتيفيشن، انا عندي سيرتن انتيجين، سواء الانتيجين دوت اندوجينس او اكسوجينس. الاكسوجينس انتيجين ده بنسميه هابتن،
الاتنين دول بيعملوا ايه؟ ساعة ما بيبقوا موجودين بيتحدوا مع الانتي بادي من دي اي جي جي، او في بعض الاحيان بتبقى اي جي ام، والميكس دوت بيبدأ يعمل لي ديستراكشن للسيل ميمبرين، عشان كده بنسميه سايتوتوكسيك هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. ان الاي جي جي او الاي جي ام دوت بيتحدوا مع الانتيجين اللي ده، سواء الانتيجين ده سيلف انتيجين او اندوجينس انتيجين او اكسوجينس انتيجين، بيبدأ الميكس اللي حصل دوت يعمل لي ديستراكشن للسيل ميمبرين، ويعمل لي وات از كولد سايتوتوكسيك او انتي بودي ديبندنت سيل ميدييتد سايتوتوكسيستي. ده كده صورة للي بيحصل. احنا المفروض عندنا في النورمال سيتويشن الانتيجين والانتي بودي لما بيتحدوا مع بعض بيبداوا يخشوا في الفاجوسايتس، والفاجوسايتس جواها لايزوزومز بتعمل لي ديستراكشن للكومبلكس اللي اتكون دوت. طيب في بعض في التايب 2 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن لا، ما بيحصلش كده. احنا عندنا الانتيجين والانتي بودي لما بيبدا الفاجوسايتس تهاجمهم بيبداوا يعملوا ايه؟ بتبقى بنسميها اللي هي فراستريتد فاجوسايتوزس. الفاجوسايت دي بدل ما تعمل لي ديستراكشن للاميون كومبلكس اللي اتكون دوت، دي بتبدا تطلع لي بقى بازو اكتيف سبستنس بتعمل لي ديستراكشن للسيل المجاوره ليها، ومن هنا بيجي السيتوتوكسيك افكت بتاعها. ايه امثله بقى التايب 2 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن؟ اول مثال ليها واشهر مثال هو الترانسفيوجن رياكشن. احنا عارفين ان احنا على السيرفيس بتاع الريد بلود سيلز بيبقى فيه انتيجين، والسيركوليشن بيبقى فيها انتي بودي للانتيجين التاني. يعني لو العيان بلاد جروب ايه بيبقى فيه الانتيجين دوت، بيبقى موجود على السيرفيس، والسيركوليشن بيبقى فيها الانتي بي انتي بودي. لو العيان بتاعي خد ميس ماتش اي بي او بلاد ترانسفيوجن، بيبدا يحصل هيموليسيس، سيفير هيموليسيس بتايب 2 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، ويبدا يتكون انتيجين انتي بودي بيتحدوا مع بعض، يبدا يعمل لي ديستراكشن للفيرزن ار بي سيز، ويعمل لي الهيموليسيس نتيجه للميس ماتش ترانسفيوجن دوت. تمام. طيب عندنا ايه تاني من امثله التايب 2 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن؟ الهيموليتيك ديزيز اوف نيوبورن او الاريثروبلاستوسيس فيتالس. لما الماذر بتاعتي تبقى ار اتش نيجاتيف والبيبي يبقى ار اتش بوزيتيف، مع الفيرست اكسبوجر مش هيحصل عندي مشكله. لو العيانه بتاعتي ما خدتش حقنه الانتي ار اتش، بيبدا مع السكند بيبي، هي اوريدي جسمها بيبقى مكون انتي بوديز اجينست الار اتش، اول ما البيبي التاني يبقى ار اتش بوزيتيف بيبدا جسمها يهاجم الريد بلاد سيلز بتاعت البيبي دوت، ممكن يدخله في السيفير فيتال انيميا. عشان كده حل الحالات ديت ان هي لو الام بتاعتي، لو الام ار اتش نيجاتيف اول ما بتولد، وخصوصا لو البيبي بتاعها ار اتش بوزيتيف، بديها الحقنه الانتي ار اتش. طب وظيفه الحقنه ديت ايه؟ ان هي بتمنع اصلا الاكتيفيشن بتاع البي لامفوسايتس، وبتمنع الفورميشن اوف انتي بودي، فبتبوظ لي الميموري سيلز اللي بتطلع الانتي بودي اجينست الار اتش. فمع كل بيبي جديد هيبقى بالنسبه لها كان دوت، لو هي واخده حقنه الار اتش كل بيبي هتولده هيبقى ده بالنسبه لها ده الفيرست اكسبوجر ليه. اول ما تولد اروح مديها حقنه الانتي ار اتش ديت، ساعتها هتمنع الاكتيفيشن بتاع البي لينفوسايتس، وهتمنع الفورميشن بتاعه الميموري سيل، فانا كده كاني ضللت جهاز المناعه بتاعها، كانها ما شافتش الار اتش انتيجين دوت خالص، وتبدا تتعامل مع البيبي الجديد او السكند بيبي على انه جديد خالص واول مره تتعرض ليه. من أمثلة تانية برضو الأوتو أميون هيموليتك أنيميا، والهيموليتك أنيميا نتيجة للدراج رياكشن ديت برضو من الحاجات اللي هي الأنتي بودي بيبقى فيه في السيركوليشن أوتو أنتي بودي أجينست الريد بلود سيلز ديت، وتبدأ تعمل لها سايتوتوكسيك إفكت وتعمل لها ديستراكشن. في كمان الأوتو أميون ثرومبوسايتوبينيا الأي تي بي من أمثلة التايب 2 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. في عندنا أذر ديزيزز زي البنفيجاس بلجاريس، ده واحد من السكين ديزيزز، والبوشر ديزيز الجود بوشر ديزيز احنا كنا خدناه في الفاسكولايت في سنة رابعة، والمايسينيا جريفيس والجريفيس ديزيز اوف ذا ثايرويد، دي كلها اكزامبلز دي تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، او بنسميه سايتوتوكسيك هايبر سنسيتيفيتي رياكشن.
دي كده معظمها كل الحاجات اللي احنا قلناها دي عبارة عن ايه؟ عبارة ما عدا طبعا الدراج انديوس دي كده سيلف انتيجين. انا الجسم كون انتي بودي اجينست سيلف انتيجين، كون انتي بودي اجينست البليتلت فبدأ يكومباين معاه ويعمل ديستراكشن للبليتلت، كون انتي بودي اجينست السيلز اللي موجودة في البيزمنت ممبرين بتاع السكين فبدأ يعمل لي البنفيبس فالجاريس، اجينست السيلز بتاعت الكيدني او بتاعت اللونج الميوكوس ممبرين اللي موجود في اللونج فتعمل لي جود باستشر، او الماسلز او الثايرويد فيبدا يحصل ايه ان ادي كده ده اسمه اندوجينس انتيجين او سيلف انتيجين، يتكون اجينست الانتيجين دوت انتي بودي وتعمل لي سايتوتوكسيك ديستراكشن وينتج عنها الديزيز دوت. اللي عايزاكم تعرفوا ايه الانتي بودي اللي انفولفد، احنا قلنا هنا اي جي وبعض الاحيان بيبقى فيه اي جي ام، ونعرف الاكزامبلز بتاعه الديزيزز اللي بتحصل من كل تايب في هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. نيجي لتايب 3. تايب 3 بقى دوت بيبقى فيه ايه؟ ده عباره عن اميون كومبلكس رياكشن. انا عندي اجين الاي جي جي هو اللي مينلي انفولفد انفولفد في الموضوع، على وبعض الاحيان بيبقى عندي اي جي ام. في الطبيعي الانتيجين والانتي بودي دولت لما بيتكونوا بسمول اماونت بيبقى سهل جدا ان الجسم يتخلص منها بمنتهى السهوله. المشكله كلها بتحصل امتى؟ لما بيتكون الاميون كومبلكس دوت بكميات كبيره. اللي بيحصل بقى لما يتكون بكميات كبيره يبدا يحصل له ديبوزيشن في ديفرنت اورجنز وينتج عنها كومبلمنت اكتيفيشن واميون رياكشن ويبدا يحصل عندي مشكله. فكلمه السر في التايب 3 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن از فورميشن اوف اميون كومبلكس ان ا لارج اماونت. طيب الانتيجين هنا ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى حاجه اكسوجينس زي كرونيك بكتيريا رياكشن او فيروس او بارازيتك انفكشن، او حاجه اندوجينس تبقى ده بنسميه سيلف انتيجين زي في حالات السيستميك لوبس. تمام، هنا الانتيجين والانتي بودي بيكونوا لي زي ما اتفقنا اميون كومبلكس. اميون كومبلكس ده بيكون ان لارج اماونت ويبدا يحصل له ديبوزيشن في البوست كابيلاري فينيولز وينديوس كومبلمنت اكتيفيشن ويعمل لي انفلاماتوري دامج. النيوتروفيل والماكروفاج هنا هو ما بتبقاش قادره قوي ان هي تعمل لي فاجوسايتوزس للاميون كومبلكس دوت، او بتعمل له فاجوسايتوزس بس كميته كبيره وهي مش ملاحقه فيبدا يتريجر الانفلاميشن. عندنا بقى الاكزامبلز ليه على حسب هل الاميون كومبلكس دوت كان لوكالايزد بس افكت سيرتن بارت اوف ذا بودي زي الجوينت مثلا عمل لي ارثرايتس، او في الكيدني عمل لي جلوميرولي نفرايتس ده بنسميه ايه؟ او زي حاجه اسمها ارثس رياكشن. ارثس رياكشن دوت بيحصل بعد الفاكسينيشن بالدفتيريا والتتانس. ده كده اكزامبلز للوكال اميون كومبلكس. الاميون كومبلكس حصل له ديبوزيشن في حته صغيره جدا في الجسم بدا يافكت الحته ديت ويعمل لي مشكله، سواء بقى الحته دي كانت الجوينت او الحته ديت كانت السايت اوف فاكسينيشن زي في الدفتيريا والتتانس، او كانت الكيدني يعمل لي جلوميرولي نفرايتس، هنا بنسميه لوكال اميون كومبلكس ديزيز. في عندي بقى حاجه ثانيه اسمها اكيوت سيستمك اميون كومبلكس ديزيز. هنا الانتيجن انتي بودي كومبلكس دوت بيلف بقى في السيركوليشن كلها ويبدا يعمل لي مشاكل في كذا حته. ايه الاعراض بتاعته؟ زي الايه؟ زي السيرم سكنس. السيرم سكنس دوت بيبقى ديزيز بيعمل لي فيفر ويعمل لي ارثرايتس وسكين راش وممكن يعمل لي جلوميرولونفرايتس، بيعمل لي المشاكل دي في كذا جزء في الجسم، عشان كده بنسميه اكيوت سيستميك اميون كومبلكس. الاولاني كان اسمه لوكال اميون كومبلكس. يا اما بقى يبقى السيرم سيكنس دوت بيبقى مشكله صغيره كده وبتخلص وخلاص الموضوع بينتهي. لو بقى في بعض في امثله للديزيزز اللي بيبقى فيها كرونيك اميون كومبلكس ديزيز زي السيستميك لوبس والروماتويد ارثرايتس، دي امثله من الكرونيك ديزيزز اللي الاميون كومبلكس فيها بيبدا يعمل لي مشكله بتقعد لوقت طويل، اللي هو وهنا بيبقى الانتيجين مني بيبقى سيلف انتيجين. كل التايبز اللي احنا اتكلمنا عنها اللي فاتت ديت كانت مينلي انتيجين انتي بودي رياكشن،
بيبقى mainly الانتي بوديز هي اللي انفولفد فيها. نيجي للنوع الرابع بنسميه تايب 4 هايبر سنسيفيتي رياكشن، او بنسميه سيل ميديتد هايبر سنسيفيتي رياكشن، او بنسميه ديلي تايب اوف هايبر سنسيفيتي رياكشن. كل ديت اسامي، دي ثلاث اسامي. الرياكشن هنا هو بيبقى mainly انفولفد بالميموري تي سيلز، عشان كده لازم احنا قلنا ادام دي ميموري تي سيلز فلازم يبقى فيه فيرست كونتاكت، يحصل فيه سنسيتايزيشن للشخص دوت، ومع السبسيكوينت اكسبوجر يبدا يحصل مور اند مور اكتيفيشن للميموري سيلز ديت، وتبدا تعمل لي الدامج للتيشو اللي هي انفولفد فيه، وتعمل ريليز للسايتوكاينز وتاتراكت مور اند مور لينفوسايتس، وتعمل سايتوتوكسيك منها السايتوتوكسيك تي سيلز، تبدأ تعمل لي اكتيفيشن ليها وتعمل لي دامج في المكان اللي هي فيه. ومن أمثلة الديلي تايب هايبر سنسيتيفيتي رياكشن الكونتاكت درماتيتس، وفي عندي انفكشوس تايبس اوف ديلي هايبر سنسيتيفيتي رياكشن زي التي بي اللي بيبقى جنس تي بي، وده بستخدمه زي المونتو تيست، ان انا بحقن التيبر او الاولد تيبر كلين تيست، ده ان انا ايه بدي التطعيم لما الجسم بياخده بيبدا يكون لي ميموري سيلز. تمام، هو فكره التيبر كلين تيست ايه، ان العيان ده حصل له بريفيس اكسبوجر للتي بي اوريدي كده خلاص بقى سنسيتايزد، فكون عندي ميموري سيلز، فانا بعد اي اديله جرعه صغيره تاني من التيوبر كلاي، فيبدا بقى التي سيلز دي تحصل لها اكتيفيشن وتعمل لي ديستراكشن او تعمل الرياكشن دوت، وبتدي اللي هو التيست بيبقى بيديني نتيجه ايجابيه. في الكونتاكت درماتايتس، الكونتاكت درماتايتس اللي هو بيبدأ العيان زي باستخدام بعض أنواع الحنة أو التاتو، أو في وجود certain drugs بيبدأ مع ال second exposure يتكون كده red rash أو water clusters زي اللي احنا هنشوفها هنا. هو دي كده، هو ده شخص كان راسم حنة على شكل مش عارفة ده كتكوت دوت ولا ايه، فمكان الاكسبوجر للكيميكال سابستانس ديت بدا السكين، هو كان استعملها اللي استعمل اكيد الماده ديت قبل كده وما حصلش منها مشكله في الاول مره، بس حصل سنسيتايزيشن للسيلز واكتيفيشن اوف ميموري او فورميشن اوف ميموري تي سيلز، مع الري اكسبوجر بيبدا بقى الجسم يهاجم السبستانس ديت ويعمل لي السكين رياكشن ان ذا فورم اوف بلاسترز. سكين بلاسترز كده بيبقى فقاقيع صغيره فيها ميه وبتبقى ريدش وبتبقى ايتشي جدا، وممكن حتى كمان تسيب بيجمنت بشكل يعني تيل ويز هايبر بيجمنتيشن بشكل التاتو اللي هو كان عامله ده. طيب ايه امثله بقى الباثوجنز اللي ممكن تعمل لي او الحاجات اللي ممكن تعمل لي كده؟ هو في حاجات قلنا ممكن تبقى بكتيريا او فنجاي او فيروس، ديت من دي حاجات بتبقى انترا سيلولار عشان تبدا تعمل اكتيفيشن للميموري تي سيلز، بتبقى انترا سيلولار باثوجينز زي ايه، زي المايكوباكتيريوم، سواء بقى مايكوباكتيريوم تي بي او مايكوباكتيريوم ليبري او الليستيريا والبروسيلا ابورتس، او الفنجاي بقى زي نيموسيس كارنياي او كانديدا، او بارازايت زي الليشمانيا، او فيروس زي الهربس سيمبلكس فيروس، او كونتاكت بقى انتيجين سواء الناس اللي بيستعملوا بيعملوا تاتو او بيعملوا الهير داي بيستعمل صبغة الشعر، او الحاجات اللي هي الكيميكال سبستانس اللي ممكن تيجي مع السير تيجي ان كونتاكت مع السكين في بعض الصناعات زي النيكل، الحاجات اللي بيبقى انفولف فيها النيكل سبستنس، الحاجات دي كلها بتبقى ايه، بتبقى كاركترايز ان هي انترا سيلر باثوجين، بيبدا يعمل اكتيفيشن للتي سيلز او الميموري تي سيلز ويعمل فورميشن ليها، ومع السكند اكسبوجر بيبدا يحصل لي الرياكشن ده. السلايد دي تعتبر اهم سلايد في المحاضره كلها، لان ديت ملخصه لنا كل التايبس بتاعه الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن. كل رسمه من دول بتفكرك بالميكانيزم بتاع الرياكشن ده كان بيحصل ازاي، ايه هو الميديتد الاي جي، اذا هنا التايب 1 اي جي اي ميديتد، تايب 2 اي جي جي، تايب 3 بيحصل فيه اميون كومبلكس، تايب 4 ده عباره عن سيل ميديتد رياكشن، واكزامبلز هتلاقي في الاخر جزئيه من التيبل الاكزامبلز بتاعه الديزيزز اللي بتبقى
involved في الـ hypersensitivity reaction دوت. الجدول ده مهم جدا 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 جدا، في موضوع أسئلة كتير جدا. مطلوب منكم طبعا ان انتوا تبقوا عارفين ايه الاكزامبلز بتاعه الديزيزز اللي ممكن يعملها كل تايب من دولت من الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن. تاخدوا بالكم ان هنا مثلا السيستميك لوبس من الحاجات اللي بيبقى فيها اكتر من النوع من الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، من دي تايب 2 تايب 3، لان العيانين دولت بيبقى عندهم لوبس انديوست نفرايتس بيعمل لهم جلوميرولونيفرايتس ده بيبقى تايب 3. العيانين بتوع السيستميك لوبس بيبقى عندهم اوتو اميون هيموليتيك انيميا، لان بيبقى بيحصل عندهم تايب 2 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. فحالات السيستميك لوبس ممكن يبقى انفولفد فيها كذا نوع من انواع الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، وكذلك ممكن ديزيز تانية برضه يبقى انفولفد فيها كذا نوع من هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. الجدول ده بعد ما تخلصوا المحاضرة تقروه تاني كويس، تفهموا الفيجرز اللي موجودة دي، نحفظ كويس قوي الاكزامبلز بتاعت الديزيزز لكل نوع من انواع الهايبر سنسيتيفيتي رياكشن، لان دوت مهم جدا. انا كده خلصت المحاضرة بتاعتي، يا رب نكون استفدنا منها، وبإذن الله لو ليكوا اي استفسارات ممكن تتواصلوا معايا مباشرة. شكرا.